الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 75 بعد 100 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصوم، وكنا وقفنا عند باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. نعم، هذا الحديث يعني شبه متضمن في بعض الأحاديث السابقة، وواضح في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له يعني صورة محددة في الصيام في غير رمضان إلا ما كان من كثرة صيامه في شعبان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هذا الحديث يعني موافق للسابق، وفي إسناده محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام. وحماد، من هو حماد هذا؟ ها؟ كيف عرفنا ابن سلمة؟ تبو ذكي. هذا يعني أحيانا تعرفه من الذي دونه ومن الذي فوقه، يعني تبو ذكي لا يروي إلا عن ابن سلمة، وكذلك محمد بن عمرو لا يروي عنه إلا حماد بن سلمة، يعني هذا وهذا يعني يشهدان بأنه حماد بن سلمة، والحديث بمعنى السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين والخميس ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال بني آدم تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. نعم. أولا، بالنسبة لإسناد هذا الحديث، هناك بعض الملحوظات. الأولى، هو الإسناد ضعيف، ففيه مجهولان، يعني مولى قدامة ومولى أسامة، كل منهما مجهول، هذا الأول. وأما الأمر الثاني، فقول أبي داود رحمه الله تعالى: كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر ابن أبي الحكم، فهنا قال المحقق عن هذه الكلمة: ما قاله المصنف هنا غير مسلم، لأن هشاما سماه عمر بن الحكم، يعني مش عمر بن أبي الحكم. فعندنا في هذه الرواية من حديث أبان عن يحيى عمر بن أبي الحكم، وأبو داود يقول من حديث هشام أيضا عن يحيى عمر بن أبي الحكم. المحقق يقول: لا، هذا كلام غير مسلم، بل هشام رواه عن يحيى عن عمر ابن الحكم بدون أبي،
فصحيح أن هذا الكلام غير مسلم، وطبعا يقول هذا الكلام هكذا كما جاء في سنن النسائي الكبرى من طريقين عن هشام. كلام هكذا غير كافي، ولا يكفي هذا في أن يرد كلام أبي داود، لأن أبا داود لما روى الحديث رواه وهو عارف بما يقول لماذا ذكر هذه الكلمة. ولذلك بعد التتبع وجدت أن ابن سعد رحمه الله تعالى لما ذكر عمر بن أبي الحكم هذا قال هو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، انحلت المشكلة. عمر بن الحكم نفسه هو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، فلا إشكال فيما قاله أبو داود، يعني سواء كان قلت أبو الحكم ولا عفوا عمر بن الحكم، ولا قلت عمر بن الحكم بن أبي الحكم، أو قلت عمر بن أبي الحكم، يعني الأول نسبه إلى أبيه والثاني نسبه إلى جده. ها؟ طيب هذا ابن حجر كذلك ابن حجر نقل يمكن عن ابن سعد لكن غير معزو عنده، إيه، لكن لو رجعت ستجد أن ابن حجر نقله عن ابن سعد. ابن سعد قال هو عمر بن الحكم بن أبي الحكم، وبالتالي فهذا الانتقاد غير وارد على أبي داود رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للحديث فالحديث على ضعفه، هناك طريق أخرى عن أسامة، الحديث مولى أسامة بن زيد عن أسامة، هناك طريق عن أسامة وله شاهد، هذا متابع، وله شاهد من حديث أبي هريرة في الحديث يتقوى بمجموع تابعه وشاهده بحيث يعني الحديث يكون صحيحا لغيره. وفيه أن أسامة أن مولى أسامة انطلق مع أسامة إلى وادي القرى، وادي القرى في هو العلا الآن، منطقة تسمى العلا في يعني ما بعد في طريقنا إلى المدينة يسمى منطقة العلا، في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير، يعني يستهجن من ملازمة هذا الصيام مع أنه في يعني كبر سنه، فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك. وهذا السؤال ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه سئل عن ذلك، فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي الحديث الذي سبق أحب أن يعرض عملي، أو في حديث في أحد الأحاديث إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم ليس في هذا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. نعم، هذا الحديث في يعني في إسناده كلام، وسبب الكلام هو أن الحديث عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هنيدة ما هي حاله؟ وامرأته ما هي حالها؟ بعض أزواج النبي ما هي مشكلة؟ لا إشكال في ذلك. ما هي حال هنيدة؟ حاله في ثقات التابعين، ذكره في الصحابة وذكره في ثقات التابعين. على كل حال هنيدة هذا ذكره بعضهم من الصحابة، والذين ذكروه كثير، وذكره بعضهم يعني مثل ابن حبان فيما أظن ذكره في ثقات التابعين، ذكره في الصحابة ولعله ذكره في ثقات التابعين. وعلى كل حال فأدنى ما يقال فيه أنه ثقة من كبار التابعين، إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن صحابيا. طبعا هو في مثل هذه الحالة طالما أنك لم تجزم بأنه صحابي فورا يعني تقول بأنه على الأقل يعني حديثه في رتبة المقبول وليس في رتبة المردود، لأنه لو كان في رتبة المردود فهو يعني لا يمكن أن يتردد بين صحابي
وضعيف الحديث إلا أن ينبه على مثل ذلك. واضح؟ فسكوتهم عن رجل قيل إنه صحابي وذكر في عدد من المصنفات أهل العلم في أنه صحابي، هذا يعني لو كان فيه ضعف لتكلموا عليه وما تركوه يتردد بين صحابي وبين يعني ساقط الرواية. لكن الحديث ذكر هنا المحقق قال ضعيف الاضطرابي فقد اختلف عن هنيدة في إسناده، فروي عنه كما ذكر المصنف هنا، وروي عنه عن حفصة، وروي عنه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، وانظر التفصيل. على كل حال هذا الهنيدة له يعني أحوال في روايته هذا الحديث. إحدى هذه الروايات يرويها عن امرأته كما في هذا الإسناد، والأخرى يرويها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والثالثة يرويها عن حفصة أم المؤمنين، يعني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والثالثة يرويها عن يعني بواسطة أخرى كان عن أمه أو كذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالرابعة أظن فيها شريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ، بالتالي في هذه الطريق لا تؤثر لأنها ليست صحيحة أصلا، يعني طريقة فيها ضعف، وبالتالي فهي باعتبار ما سبق من الطرق ليس لها أثر فلا تؤثر. فبقي عندنا ثلاث طرق. طريقة أولى تقول عن هنيدة عن امرأته عن النبي عليه السلام، وامرأته أيضا ذكرت في الصحابة، بعضهم ذكرها في الصحابة. الطريقة الثانية أنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإسقاط من؟ بإسقاط امرأته، وهذا إسناد صحيح، إسنادها صحيح. فهذا على صحتها يكون إما أن يكون رواها عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ورواها عن امرأته مرة، وإما أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ وأما الطريقة الثالثة فهي أن يكون رواها عن حفصة أم المؤمنين. تختلف هذه عن الثانية ولا ما تختلف؟ عن الذي مع إسقاط زوجته تتفق ولا تختلف؟ ما لكم؟ احنا قلنا طريق أنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أهله. الثانية أنه روى مباشرة عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه روى عن حفصة أم المؤمنين. نفرق بين الثانية والثالثة، لأن الصحابي معتد بحديثه ولا يؤثر ذكر الصحابي أو عن ذكره. الثانية والثالثة فيها أنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثالثة ذكر فيها أنه صرح من، وهذه لا أثر لها. ما الأثر لهذا؟ يعني ما الأثر في أنه مرة ذكر الاسم مرة لم يذكر الاسم، وإنما ذكر أنه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه مشكلة. وعلى كل حال فهذه الثلاث طرق لا تتعارض، لأنه يمكن الحمل الحديث على أنه مرة رواه عن امرأته عن بعض أهل النبي أو أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومرة رواه عن حفصة أم المؤمنين باسمها، ومرة رواه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر زوجته، فيكون مرة رواه عن زوجته ومرة رواه عنهم، أو أن يكون من مزيد في متصل الأسانيد. فتقوى رواية أنه روى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع رواية أنه روى عن حفصة، ويكون ذكر امرأة وذكر امرأته ماذا؟ مزيدا في متصل الأسانيد، وكل ذلك لا يؤثر في صحة الحديث. فالقول باضطراب الحديث يعني ليس كل يعني اختلاف في ذكر ألفاظ في الحديث يعد اضطرابا مؤثرا واضطرابا يؤدي إلى ضعف الحديث. فقوله هنا ضعيف لاضطرابه، أين الضعف؟ أين الضعف في الحديث؟ ما هو واضح يعني وجود ضعف في الحديث بسبب هذا الاضطراب. جميل. طيب، وإذ الأمر كذلك فالحديث سنده صحيح لا إشكال، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو إن شئت عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء، أو إن شئت عن أم سلمة مثلا، وثلاثة أيام من كل شهر
أول اثنين من الشهر والخميس والخميس، أول خميس بدون الخميس الثاني، الخميس الثاني هذه إيش نسخة، يعني أول اثنين من الشهر والخميس. فأول الحديث في يصوم تسعة ذي الحجة، يعني أنه يصوم من العشر التسعة، لأن العاشر كان يوم عيد فلا يصومه. وإن ورد عن عائشة رضي الله عنها إنكار أنه صام العشر من ذي الحجة، فهذا بحسب ما رأته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يكون في ليلتها ما كان يصوم، ولكنه صام في ليلة غيرها، فكل واحدة أخبرت بحسب ما وقع لها من العلم، يعني هذه لم تكذب هذه وهذه لم تكذب هذه، هذا أولا. وثلاثة أيام من كل ويوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يعني من المحرم، وثلاثة أيام من كل شهر. لكن هذا الحديث فيه تفصيل، أي أيام من كل شهر؟ أول اثنين من الشهر والخميس. فلو أن الحديث وقف على هذا فيكون كان يصوم اثنين وخميس، لكن ابتدأ من أول اثنين من الشهر، وعلى الزيادة التي في إحدى النسخ أول اثنين من الشهر والخميس والخميس، فيصوم أول اثنين من الشهر ويصوم أول خميس بعد الاثنين، ثم الخميس الذي بعده يقفز عن اثنين، فيكون صام أول ثلاثة أيام من الشهر بهذا الترتيب، أول اثنين من الشهر والخميس والخميس. الخميس الثانية هذه ثابتة عن أبي داود من رواية جميع من روى عنه إلا اللؤلؤي، يعني هي ثابتة من رواية ابن داسة وابن العبد والأعرابي، ما هي ثابتة من رواية اللؤلؤي. نعم، إيش في كلام؟ اقرأ. قال الشيخ بسر حسن أبي داود: الأصل والخميس، وكذا وقع في جميع المصحف، ومنها عون المعدود وهو خطأ ظاهر يبين السياق، وصوابه الخميسين، والتصحيح من سنن النسائي والمسلم. إيه الخميسين، يعني التصحيح هذا لفظي وهو معنوي، وإلا غالب النسخ فيه عن الخميس الثاني، والتصحيح من سنن أبي من سنن النسائي أنه قال والخميسين بدل الخميس، لكن مع وجود النسخة الثانية والخميس والخميس تساوي والخميسين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح. نعم أتبع. حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم، هذا الحديث للأعمش فيه ثلاثة أشياخ، يعني كلهم يروي عن سعيد بن جبير، وهذا يدل على إمامة الشيخ عندما يروي الحديث، يكون له وحرصه على كثرة من يروي عنهم، وهذا يعني العمل هو من أعمال الذين يعني يعرفون بالحرص على كثرة الطرق في الحديث، ولو أن هذا كان موجودا في كل واحد من الرواة لما يعني لما أمكنك أن تحمل كتب الحديث من كثرة ما فيها من الرواة، لكن بعضهم يهتم ويشدد في هذا وبعضهم يختصر. أما أصحاب المصنفات يعني أصحاب الأمهات فيغلب عليهم ذلك، أصحاب الأمهات المصنفات يغلب عليهم ذلك، وكان ذلك فيما تذكرون في صحيح مسلم كان ظاهرا واضحا جدا، أنه يكثر أحيانا يروي عن سبعة وستة وخمسة في يعني عن في, في, في روايته عن الشخص، وأحيانا يروي عن اثنين ثلاثة من طريق واثنين ثلاثة آخرين من طريق آخر، واضح جدا في يعني بعض أصحاب الكتب الستة هم أظهر وأوضح فيهم ذلك ممن قبلهم، ومن قبلهم من كان يعرف بكثرة الحديث و يعني ويدور عليه الحديث تجد أن هذا موجودا أيضا فيه لكثرة يعني ملاحظتهم ذلك، وهذا من حفظ الدين. وهذا الحديث فيه فضل العشر من ذي الحجة أو فضل العمل في العشر من ذي الحجة، قال: باب صوم العشر. لكن الحديث هذا يتضمن هذا وغيره، يتضمن الصوم
في الجملة لأنه من الأعمال الصالحة ويتضمن غيره، وهي كل الأعمال التي يعمله الإنسان في أثناء العشر من ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فطره. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. يعني هذا الباب كأنه ذيل على الباب السابق. لاحظ أنه بوب بشيء أضاء، يعني أشار إليه بالضمير، أشار جعل الضمير عائدا إليه، يعني بوب بباب جعل الضمير فيه عائدا إلى الباب الذي سبق، ما يدل على أنه فرع على الباب السابق. وفيه نسخة يعني باب في فطر العشر. على كل حال، هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها، وهذا يعني إسناد من الأسانيد، من إيش؟ أي أسانيد هذه؟ يعني في أعلى الأسانيد من حيث المعنى. ها؟ إيش؟ حديث من أصحها، يعني نقول من حيث المعنى من أعلى لنا من أصحها. وفيه أنه قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. هي أخبرت بحسب ما علمت، وبالتالي فصنيع أبي داود يعني أنه يجوز أن تصام ويجوز أن تفطر، يعني يجوز أن تصومه العشر يعني ويجوز أن تفطره، ولكن تصوم العشر كم؟ التسع فقط، أو أن تصوم أياما منه، لأن هذا يعني الذي يدل عليه حديث أحب العمل إلى الله، أو حديث ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لا يصح حديث في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولكن جرى العمل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه ومن الأمة أنهم لا يصومون بعرفة، لأن ذلك أقوى لهم على التعبد. و يعني أنت إذا قبل أن تدخل عرفة تصلي الظهر والعصر حتى لا تحتاج إلى أي عمل إلا الدعاء والذكر فيها، يعني قبل أن تدخل عرفة تصلي الظهر والعصر جمع تقديم في عرنة قبل أن تدخل عرفة، تدخل عرفة ثم لا تقدم على شيء حتى إلا الدعاء فقط، تدعو وتذكر الأذكار اللواردة التهليلات. فالشاهد من كلام الله يحفظكم أن هذا لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء. وفي هذا الحديث مهدي الهجري وهو مقبول، يعني لأنه مجهول، قال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى مقبول بجهالته، فالحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. نعم، يعني الناس تماروا في ذلك، وكانت أم الفضل فيما يظهر يعني تعلم منه أنه كان مفطرا في يوم عرفة في ذلك، والناس يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يصوم يوم عرفة، لكنها بعثت بذلك حتى يعلم الناس أنه ما صام. لكن هذا لا يدل على النهي، يجوز الصوم في عرفة لمن كان يعني عليه صوم. نعم. طيب، يعني هذا الباب نقرأ هذا الباب ونختم به. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم عاشوراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم لما كان في مكة، والناس في الجاهلية كانوا يصومون، يعني المشركون كانوا يصومون يوم عاشوراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله عز وجل بما كان يراه صوابا، وهم كانوا يعبدون الله ببعض العبادات الصحيحة لكنهم كانوا يشركون، فهذا كان مما صح من عبادتهم، لكنه لم يصح، لم يقبل منهم لأنهم مشركون. نعم. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل رمضان، يعني نزل فرض رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، يعني صار ليس يوما مأمورا بصيامه، صار مثل بقية الأيام من حيث أنه لا يجب، لكنه بقي مستحبا في نفسه. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومونه حصل السؤال عنه، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. لكن أريد أن أعلق تعليقا يعني مختصرا هنا، أن نلحظ أن الإسنادين، أن هذين الإسنادين السابقين هما في أعلى رتبة الأسانيد، يعني من أصح الأسانيد عن عائشة، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد عن ابن عمر، ومع ذلك نجد أن المحقق يقول في كل منهما إسناده صحيح جميل، ويقول مع ذلك بأنه رواه البخاري ومسلم وكذا، يعني الحديث الأول هو موجود عند البخاري ومسلم، والثاني أيضا موجود عند البخاري ومسلم، ويضم إليهم أنه رواه النسائي ورواه كذا. إذن يعني لماذا الانتقاد على شيخنا الألباني، على شيخنا الألباني أن يقول حديث صحيح رواه البخاري صحيح رواه مسلم، وهنا يقول لك إسناده صحيح، يعني حتى ما حكم بصحته، يعني إسناده صحيح لا يعني صحة الحديث، وهو من أصح الأسانيد، يعني لو أنه ما حقق الحديث، لو أنه ترك التعليق على الحديث، فأدنى طلاب العلم يعرفون أن مثل هذا الإسناد صحيح على الأقل، مع أنه أصح، يعني هذا أصح ما في كتاب سنن أبي داود، هذان الإسنادان، إلا أن يكون يعني بس عن عبيد الله، بدل عبيد الله يكون نافع، وعبيد الله هو من أصح من يروي يعني روايته عن يعني بدل مالك، وهو من أثبت الناس في نافع، لا إشكال، يعني تبقى في أصح الرتب، فلا إشكال في أن يقول القائل الحديث صحيح رواه البخاري رواه مسلم، لا إشكال. وإن كان هناك انتقاد ينتقد على مثل هذه الصورة من التفصيل وكذا، وثم لا نحكم على الحديث لأنه صحيح ولا غير صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. يعني هذا الحديث لا يعارض ما سبق، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر ما كان يعلم أنهم كانوا يصومونه من أجل هذا، فالناس كانوا، وهؤلاء اليهود كانوا يعيشون بين العرب، وأهل المدينة منهم من هم أخوال لأهل مكة، ألم يكن الخزرج أو بني النجار ألم يكونوا من أهل المدينة ومن أشرافهم، وكانوا أخوالا للنبي عليه الصلاة والسلام، فربما كان هؤلاء يصومون بصيام العرب، لكنه بعد ذلك تبين أنهم كانوا يصومونه لأنه عندهم في كتابهم كانوا يؤرخون بالتأريخ القمري مثل تأريخ العرب، وكانوا يربطون صيامهم وعبادتهم بالتاريخ القمري، وكان النصارى أيضا يصومونه، وكانوا يؤرخون بالتاريخ القمري إلى ذلك الوقت، وكانوا يصومون شهرا من الأشهر القمرية أيضا يؤرخون بالتاريخ القمري، ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، وطبعا الدين تغير بحسب إيش الأحوال بالنسبة لأهل الكتاب الذين تسلطوا على كتبهم بالتحريف والتغيير، فصاروا يصومون في الأيام الشمسية، وإلا فإنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء، وعاشوراء يقع في شهر هجري ولا ميلادي ولا يعني في شهر شمسي ولا قمري،
في شهر قمري، وبالتالي فقد كانوا يفعلون ذلك، لكنهم تركوا هذا كما تركوا أشياء كثيرة من دينهم بعد ذلك. نقف عند هذا ونأخذ بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، غفر الله لكم، ونفعنا الله بما قلتم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز القول بالنسخ بناء على غلبة الظن بالتقدم والتأخر؟ قبل أن نجيب، لعلنا إن شاء الله تعالى يعني سننظر في الأمر، أنه هل يعني في الأحد القادم ننهي أم فيما بعده. سيكون إن شاء الله تعالى القرار في يوم الأحد القادم، يعني بقي من كتاب الصيام يعني كمية لا بأس بها، فما ندري إذا أمكننا أن يعني أن نقرأ، وإن كنا يعني تمنينا أن يعني ننهي كتاب الصيام، لكن يبدو أن فيه طولا ما زال. أما بالنسبة للنسخ، فإن العلم ينبني على غلبة الظن وليس اليقين. أما إذا كان السائل يقصد بذلك أننا نبنيه على الظن، يعني الاحتمال، وهذا الاحتمال هو عبارة عن شك والظن فيه ليس غالبا، فلا، لا نحكم بالنسخ، لأننا احتملنا ذلك، يعني الظن الذي هو بلغة العوام أني أظن كذا يعني أنه محتمل، لا، وإنما المقصود بغلبة الظن إن كان كذلك فهو يعمل به، والعلم ينبني على غلبة الظن وليس اليقين. بل غالب العلوم في الدين وفي الدنيا مبنية على غلبة الظن، بل كثير من العلوم الدنيوية مبنية على الاحتمال بناء على الأقيسة وما أمكنهم أن يفعلوه. وهناك يعني أشياء هي نظريات تبين بعد ذلك أنها ليست شيئا، ومع ذلك انبنى عليها سياسات وانبنى عليها قرارات وانبنى عليها، وكثير من المسلمين آمنوا بها أكثر من الذين لا يقولون بخبر الواحد وغيره، مع أن خبر الواحد عن مسلمين آمنوا بها مع أنها عن كفار، وهم ليسوا متأكدين منها، وهي نظريات ثم تراجعوا عنها لما تراجع عنها أولئك الكفار، وبعضهم استمروا في الدفاع عن ما تراجع عنه أصحاب. الشاهد من الكلام أن علمنا معاشر المسلمين هو علم، والعلم ينبني على غلبة الظن وليس على اليقين دائما، لأن الوصول إلى اليقين، طلب الوصول لليقين معناه أنك ستترك كثيرا من العلم في دينك وفي دنياك وفيما ينفعك. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا في مواضع من كتبه. نعم. أحسن الله إليكم. وعليكم السلام. يقول السائل: ما الراجح في صيام يوم السبت؟ الراجح أنه يكره أن يصام صيام السبت منفردا على أنه سبت. أما إذا صامه من أجل شيء آخر، يعني صامه لأنه يصوم يوم بعد يوم، أو يصوم يوم بعد يومين، أو أنه يصوم يوم عاشوراء أو عرفة، أو أنه يصوم 3 أيام من كل شهر وصدف أن يكون في ذلك، فهذا لا بأس به ولا مانع ولا إشكال ولا كراهة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الاسم الذي فيه تزكية فينهى عنه، وما الفرق بين اسم برة وصالح بناء على ذلك؟ كلمة صالح لها معان، منها أنه غير مريض، فلما آتاهما صالحا يعني إيش؟ سليما، يعني سليم من المرض. بينما برة فقط في يعني علاقتها بالبر والتقوى، فإذا كان الاسم خاصا بالدين ولا يفهم منه إلا قضايا فيها التزكية فيمنع، أما إذا كان يعني أمر عاما وأمرا مجملا فلا بأس، هناك أمور مستثناة، وإلا الأصل عدم ذلك. فإن قال قائل محمد وكذا فلا مانع، يعني هذا الاسم يعني حمد الناس محمد يعني أنه حمد، ولا دليل فيه أن الله حمده إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي قد اكتمل فيه معنى اسمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقع في قلبي أحيانا شوق عظيم إلى لقاء الله عز وجل، فأتمنى حينئذ الموت لألقى الله سبحانه، فهل في هذا محظور؟ لا، ما في محذور، يعني التمني لقاء الله عز وجل لا محذور منه، ما في محذور، ولكنه لا يدعو على نفسه بالموت إلا
يعني إن أبى ذلك فإنه يقول اللهم أحيني ما علم كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. أو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أتردد على مجالس العلم منذ سنوات وحصلت شيئا من العلم، إلا أنني لا أعمل بما أتعلم رغم محاولتي ذلك مرة بعد مرة، فهل هذا من الخذلان؟ وهل يدل على نفاقي؟ وهل أكون بذلك من الهالكين؟ الحقيقة أنه يعني كون الإنسان لا يعمل بالعلم هذه قضية نسبية، فهل هو لا يعمل بأي شيء مما يتعلمه؟ يعني لا يصلي، لا يعمل الفرائض، لا يعمل الواجبات، أم أنه لا يقصد أنه لا يعمل بكمال ما تعلم من المستحبات وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر والصيام يوم بعد يوم وغير ذلك؟ فإن كان يقصد أنه لا يصلي الفرائض فلا شك أن هذا دليل على خذلانه، هذا دليل على خذلانه إذا كان يترك الواجبات وكذا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وأن يعني أن يسدد خطاه ويوفقه لما فيه رضاه. وأما إذا كان تركا لبعض المستحبات فكلنا ذلك الرجل، فإن كان هالكا فكلنا كذلك. وهذا جانب. الجانب الآخر هو أنه هل ذلك يمنعه من طلب العلم؟ الجواب أن كون الإنسان يترك أحد الواجبين لا يكون تركه لأحد الواجبين رخصة في ترك الواجب الآخر. يعني إذا كان الإنسان لا يعمل بما علم فهذا ليس رخصة في أن يترك التعلم، إلا إذا كان يؤدي إلى مفسدة عظيمة على الناس بحيث يتبجح بالتعليم وكذا، وظاهر أنه يخالف ما يعلم به الناس من ترك الفرائض وفعل المحرمات وغير ذلك، فلا شك أن هذا حينئذ تعليمه أحيانا يكون فيه الضرر، فربما يمنع، يعني ربما يؤمر وللأمر بماذا؟ بمنعه، حتى لا يفسد الناس أو يفسد على الناس دينهم. إذن هاتان جهتان، لكن كل واحد الأصل يظن في نفسه أنه مقصر وكذا، هذا مطلوب. يعني ظنك أنك مقصر وظنك أنك، أما قضية النفاق فأيضا هذا أمر مطلوب. يعني ظن الإنسان أنه فيه نفاق، هذا الأمر يعني قد يكون من مقتضيات الإخلاص، فإن أبا بكر وهو يعني أعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم رتبة خاف على نفسه النفاق، وحنظلة قصته معروفة، و حتى إن ابن أبي مسلم ابن مليكة ابن أبي مليكة ولا أبو مسلم الخولاني ولا مين واحد من هؤلاء التابعين قال أدركت من من أبو مليكة ابن أبي مليكة قال أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري قال 70 ولا 30 كلهم يخافوا على نفسه النفاق. فهذا يعني كل من أدركهم، يعني كل من أدركهم كانوا يخافون، وهذا النفاق الذي يخافون على نفسه أنفسهم هو النفاق الأصغر الذي ينقص العمل والذي يخاف الإنسان فيه على أن لا يقبل منه العمل معين ويكون فيه عدم إظهار حقيقة ما يبطنه من الضعف وعدم التماسك وغير ذلك، ويكون فيه ربما نوع من إخلاف الوعد وربما يكون فيه نوع من الأشياء، هذا الذي يخافه على نفسه. يعني ربما يقول الكلمة فيخاف أنه كذب، يعد الموعد ثم لا يستطيع أن يفيه فخاف على نفسه أن يكون ممن لا يفي بالوعد، غضب من رجل فرفع صوته فخاف أن يكون ممن إذا يعني خاصم فجر. هذا هو المقصود من خوف هؤلاء. فإذا خاف الإنسان على نفسه هذا فهذا مطلوب، وهذا من مقتضيات الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة، السؤال الأخير، نعم، امرأة نذرت أن تصوم يومي الاثنين والخميس، وبعد أن صامت فترة
ضعفت صحتها وصارت نحيلة الجسم، وأمها تطلب منها أن تقطع الصيام خوفا على صحتها، فماذا تصنع؟ إذا كانت تستطيع أن تقضي فإنها تفطر حين لا تستطيع وتقضي حين تستطيع، أما إذا كانت لا تستطيع بمرة فإنه قد انتهى بالنسبة لها أمر النذر وتحول إلى يمين أو إلى حكم اليمين، وتكفر حينئذ كفارة يمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.